الاهلي الشوط الثاني. يعني اول مره اقول حاجه زي كده. انا كنت ابقى حزين لو المباراه طلعت 0-0. طبعا ما ينفعش المباراه تطلع، يعني مباراه زي دي لا طبعا تطلع تعادل بصراحه. لا طبعا، يعني انت بتلعب فريق مش يعني مش عارف، يعني مش بيدافع كمان. يعني هو نازل بس 10 لعيبه وتحت الكره خلاص على كده، ده المفهوم اللي هو مترصص مترصص اه، نازلين يعني بالمفهوم ده. يمكن ساعتهم في الشوط الاول ان طريقه اللعب البطء والبطء في الاداء صح، الاسلوب نفسه ساعد، لكن بعد كده لا، النص الثاني لا، في سرعه، في ضغط، في ناس بدات تشعر بان اللي ما ينفعش يطلع نتيجه كده. تغييرات عملها مستر موسيماني في وقت من الاوقات، راح لاعب بتنير لاس حربه ولعب كور طويله، ومن كره طويله جه الجول الاول صح. يعني دي برضو لازم نتكلم عن مستر موسيماني في 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 الحته دي، ان هو تكتل، وواضح ان الاوفرات على الجنب مش هيعمل الفايده اللي هو عايزها. بسرعه عنده حمدي فتحي، وكنت بكلمتك قبل كده دايما عن ميزه اللعيب اللي بيلعب في اكتر من مركز ويلعبها باقتدار. حمدي في ثانيه راح مرجع حمدي، وراح منزل صلاح محسن بواليا، ولعب راسين حربه ولعب كور طويله. على فكره لما غير اسلوب لعبي في خلال المباراه مش عيب، لان انت عندك فريق المنافس مرصوص بالظبط زي ما بلال بيتكلم، 10 لعيب ورا الكوره واقفين عليك، حته القلب دي كويس، حته الاوفرات حتى بتعمل مش لاقي الخطوره اللي عايزها. لعب باتنين راس حربه، حصل الخلل اللي هو عايزه ان هو كان بيلعب على الكوره دي اوفر، اشتراك بواليا ممكن تقع مع حد، ممكن تخبط في حد وتدخل. بواليا نفسه كان هيجيب جول اول ما نزل، فاروق طلعها، بس فاروق عوضها لنا في نهايه المباراه بصراحه. الكره الطويله الثانيه، الكره الطويله الثانيه امتياز من فاروق. وحصل اللي انت عايزه. انت الكلام ده كله ايمن انت بتدور على هدف، لان هدف الموضوع يختلف تماما زي اللي حصل بالظبط في الشوط ده. يعني تخيل لو جبت الهدف ده كمان بدري، مظبوط، مع الاحترام المقاولين كانت النتيجه عدت مباراه سموحه، كانت عدت وبسهوله كمان، لانك انت المفهوم ان انا ادافع بس، حتى لما امسك الكوره وانقل ما بيعرفش نقل او اتنين، مش موجود الفكر ده. فلا النتيجه 2-0، مكسب الشوط الثاني مستحق تماما لعيبه النادي الاهلي. محمد شريف كالعاده هدف رائع في اخر المباراه، وتوقع كوره كويس قوي، ومكمل مع فاروق كويس قوي، ودايما الفراوده وانتم ثلاثه ما شاء الله في موجودين اهم، دايما بتوقع حته مين يا كابتن؟ كابتن عادل كان بيلعب في نص الملعب. لو بيلعب فرد لا ما شفتوش، بتحسبه فرد؟ ما شفتوش علينا فرد ده لعيب كويس. انا عادل بتكلم على الكابتن، بقول الفراوده، بقول على الفراوده دايما الراجل فرد بيتوقع الخطا من الخصم. حصل تقدير وحش قوي فاروق، الراجل مكمل محمد شريف. السندل اللي خدها لجوه دي هو ده الهدف كله، خطا حلو قوي، هدف ثاني صحيح. لا نتيجه كنت اتمنى تطلع اكتر من كده، لان المجهود اللي حصل في الشوط الثاني من لعيبه النادي الاهلي. وخد بالك ايمن، لما نيجي نتكلم عن مباراه فنيه خلال الاستوديو النهارده، انت بتستفاد حاجه جديده، بتستفاد انك ما تبداش او ما تبداش مباراه بطيء، لازم بدايتك تبقى جامده جدا وسريعه جدا صح. على اساس ما توصلش للمرحله اللي انت لا مش هينفع دي من اول مباراه صح. لازم انزل جامد قوي وضغط كويس قوي، وانا متوقع الفريق المنافس هيلعب قدامي ازاي. ما عندوش، هيدافع، واضح ان هي من اول 15 دقيقه ايمن انا هدافع هدافع هدافع، حتى مش هلعب على كره مرتده. يمكن في البدايه كابتن كان في تسرع وعدم تركيز شويه، ادى للشكل اللي ظهرنا بيه الشوط الاول. المشكله ايمن الفرق الكبيره زي العظيمه زي النادي الاهلي، هو اللي بيخلي شكلك انت كويس او شكلك وحش صح. هو خلى الشكل المقاولين الاول ليه؟ بطء، اخطاء كتير جدا مش مبرره. المقاولين بدا يعني المقاولين خلي بالك ما دخلش الماتش غير في الدقيقه 80، يعني بعد الهدف الاول للنادي الاهلي. المقاولين هو نازل مبدا واحد بس، هو ما دخلش الماتش يا كابتن. ما انا بقول لك يعني في الدقيقه 81 ما دخلش اصلا. هو بلال المبدا ايه؟ المبدا ان انا هدافع. في فرق بتدافع بس ما بيمسك الكوره انا عارف اعمل ايه. الاستراتيجيه الثانيه مش موجوده حلول. لا هو انا هدافع بس أي. بعد كده ايه اللي هيحصل؟ مفيش. هي انت وظروفك وبختك لكن لما تغير هو يعني اللي بيدير المباراه هو النادي الاهلي صح. النادي الاهلي بيدير المباراه، هو اللي يخلي ممكن الفريق ده شكله صح. كويس صح. او يخلي الفريق ده عادي، هو ده مزبوط. الفريق اللي كان لازم يحصل او الطريقه اللي كانت لازم تحصل من بدايه المباراه. ضيعت شوط كامل ماشي مقبول، 25 دقيقه بدات تحس ان هو ما ينفعش بقى أي. ضغط بقى، فيه تسديد بقى، فيه ضغط هجومي كويس قوي، حتى الكره الثانيه دايما ليك انت مستني، انت بتدور على الهدف. تغيير طريقه اللعب خلال المباراه ورجعت تاني مزبوط. شيء ايجابي جدا، مش عيب على فكره، عشان ما نقولش احنا غيرنا طريقه اللعب خالص، ده شيء ايجابي. اما المدير الفني الذكي بيتفرج على المباراه، انا ايه اللي محتاجه الوقت؟ اللي محتاجه الوقت حصل،
كرة طويلة هدف أول. أنت بالظبط أيمن كل الكلام اللي احنا بنتكلم فيه ده أنت كنت عايز هدف صح، بس بعد كده خلاص يفتح الجيم، يفتح الجيم خلاص. حتى قال لك المقاولين بدأ يطلع بكل خطوطه، ما فيش حاجة يعني حتى بيطلع كل خطوطه وبس بيطلع كده بس. حتى ما فتح خطوطه الهدف الثاني جه، لان الهدف الثاني جه واحد على واحد مزبوط. موقف دفاع خطا، لكن مبروك للاعيبه النادي الاهلي النهارده، يعني فوز مستحق طبعا، وان شاء الله دايما الاحسن. صحيح كابتن اسامه، الف مبروك. الاداء تغير الشوط الثاني.